كان في بنت كانت جربانة وعندها مرض صعب جدا، وأبوها كان معاه فلوس لكن ما كانش عارف يعالجها، ولف بيها على كل الناس لكن ما لقاش علاج لبنته. وفي يوم من الأيام واحد فلاح معاه شوية غنم وكان ماشي، وكان عنده خروف جربان، فراح الخروف وقع على الأرض، وأول ما قام شكله حلو والمرض اللي عنده اختفى. الرجل الفلاح عرف ان الرملة دي فيها بركة، فكان كل ما يحصل عنده مرض في اي خروف يجي ياخد الرملة ويحط على الخروف، الخروف يصحى. الرجل اللي بنته تعبانة راح وخد بنته وداها المكان ده وسابها، وقعدت تبكي وتاخد من الرملة وتحط على عينيها وعلى وشها علشان المرض يروح. ومن كتر الدموع والتعب نامت، وظهر ليها واحد قال لها عايزك تبحتي هنا هتلاقي الجسد بتاعي. قامت من النوم لقت المرض الجرب اللي عندها اختفى، امرت وجابت ناس انها تبحت، وبحتت ولقت جسد القديس مريمين العجيبي. ومن ساعتها ومرمينا اتسمى بالعجايبي، لان المكان كان بيعمل عجايب ومعجزات، ومرمينا اللي بيطلب شفاعته عمره ما بيتأخر عنه. حبيب البابا كرولس كان بيحل مشاكل البابا كرولس، اول ما ينده عليه كان لازم يجي. بركة شفاعة الشهيد العظيم مرمينا تكون معاكم وتفرح قلوبكم.